انا ليش احب هالبرنامج؟ لان كل شيء يطلع لنا فريش. ترفع ايوه هشه ايه بعد بعد اعطيني كلمات كذي. اليوم معاي الشيف هبه العنزي اللي راح تسوي لنا طبق رمضاني صجي. يس. شنو بتسوي لنا هبه اليوم؟ بنسوي معمول بس صحي خالي من الجلوتين، خالي من السكر المكرر، لذيذ. اهم شيء انه يكون لذيذ وسهل. نحط طحين اللوز هني، المكونات الجافه، بعدين نحط طحين العيش. طحين العيش، هذه الملعقه اللي هي ملعقه الشاي من هذه البهارات. حلو، هذه اللي راح تعطينا ريحه عجيبه. يس. هذا دبس تمر ربع كوب بعد. ربع كوب. يس. إيه. وحليب جوز الهند راح نحط ربع كوب. راح نخلط كل المكونات مع بعض. الحين راح نبلش الرولينج علشان نفرد العجينة، فنحتاج نفردها في شو اسمه بين ورقتين باشمنت بيبر. تمام. ورق الخبز، فناخذها شوي أطول بعد بعد. أوكي. الحين أوريك شلون. راح نحط العجينة على صوب. وهذا علشان قوامها هي تستدعي ان احنا نستخدم. ايه. هذا يس. راح نتفس. اوكي. هي هذه فوق هذه. راح نستمر بالفرد. كل شوي نشيك على السمك مالها. لأن بيها أضعف من كذي بعد. أوكي. بحركة واحدة ولا رايح رد؟ هو واحدة علشان ما نبي ندز العجينة هالصب. ممتاز، هذه عجينتنا. نشوف السمك مالها مو حيل ضعيفة ولا حيل سميكة، اللي هو 3 ملي تقريبا. هني راح نحط التمر، نحط معاه شوية هيل مطحون تشيرش فوقه على اساس احنا قاعد نسوي رولينج النكهة تصير معاه. بس راح نجفس ونسوي رولينج نفس قبل شوي. بس الحين راح نسوي التمر بمقدار نص العجينة. نص كمية العجينة. اوكي. يس. واحنا قاعد نخلط يعني. حلوين؟ حلوين. راح ننقلها للنص اللي هني. اوكي. اوكي. هذا الجزء اللي قصيناه على اساس نغطي باقي الاطراف. الحين نتفس بعد علشان تصير تتسكر ساندويتش. اوكي. اوكي، في هالمرحلة راح نرشها سمسم. الحين شو راح نسوي؟ راح نرد هذه بس شوية نضغط السمسم داخل. اوكي؟ حلو. اوكي. كذي تمام. راح نقصها بالبيتزا رولر. بس شي راح نشيلها نحطها هني وندخلها الفرن. اوكي. حلوين؟ الفرن حاطينه 180 درجة، راح تاخذ معانا 10 دقائق. كذي يا جماعة راح ننطر 10 دقائق على ما يجهز المعمول عندنا وننتقل على طول إلى التذوق. الحين وصلنا حق أهم فقرة بالنسبة لي شخصياً وأجمل فقرة. ألف فقرة. التذوق. فلازم نجرب الشغل اللي سويناه. أنا ليش أحب هالبرنامج؟ لأن كل شيء يطلع لنا فريش. فريش. خلينا نجرب. وايد لذيذة. وبعدين ترفع. أيوة. هشة. إيه بعد بعد أعطيني كلمات كذي. صح.
والفليفر قوية داخل. عجيب. تحسين الهيل والتمر. غير كذي مثل ما قلنا إنه هو حلو سهل نقدر نسوي خلال رمضان ونقدر حتى نسوي حق العيد. حق العيد بيرفكت. طبق هذا الجميل اللي شفتوه كل المقادير اللي استخدمناها من أبليكيشن راحة دشوا، وإذا مو منزلين الأبليكيشن شنو ناطرين؟ أنا ما أدري شنو ناطرين. نزلوا الأبليكيشن وسووا هذا الطبق وورونا، صوروا وورونا أنا وورونا.